السلام عليكم. نجي نشوف اليوم كيفاش نسجلو باش ناخدو لي بيرجمون مع النوم دومين باش نخدمو لو سيت ديالنا. هنا كيما كتعرفو بأن اللي بغا يدير موقع ديال الانترنت موقع الكتروني خاصو جوج الحوايج مهمين، هو لي بيرجمون وي مع الدومين اللي غادي يافيشيو الناس باش يشوفو المحتوى ديال الموقع. بالنسبة لينا غادي نخدمو في hosting.alice.asso.ma، غادي نطبيوها الفوق hosting.alice.asso.ma. دونك غيدينا هاد الرابط هذا اللي كتشوفوني. من بعد غادي يعطينا اللي كنا مسجلين من قبل، غادي يعطينا فين نكتبوا الايميل ديالنا والموت باس باش ندخلوا نشوفوا لي بيرجمون اللي عندنا الا كنا اول مره بحال بالنسبه لكم نتوما. دونك غادي نديروا سيني اب اللي كاين لتحت سيني اب. دونك فاش كنديروا سيني اب كيعطينا واحد لو فورمولا فاش غادي نكتبوا الايميل ديالنا الاسم ثم كلمه المرور. اذا الايميل كل واحد يكتب الايميل ديالو. بالنسبه لنا حنا غادي نستعمل كونتاكت @alice.asso.ma وكون نكتبوا الاسم ديالنا، يمكن نكتبوا غير واحد الاسم لو برينو ولا لو نون والمود باس. المود باس خاصو يكون فيه الحروف ويكون فيه الارقام، يعني مثلا ا بي سي دي او اف ثم واحد جوج ثلاثة ولا شي حاجه بحال هكذا. وكنعاودو هنايا ا بي سي دي او اف مثلا واحد جوج ثلاثة، اذا خاصو يكون فيه ارقام وحروف. وكنديرو سيني اب كنسجلو. من بعد ملي كنسجلو دونك نقدر نرجع مره اخرى ندخلو للموقع بحال هنا. دونك هنا دابا تسجلنا، من بعد فاش تسجلنا كنديرو كونتاكت اليس الى اخره، وكنديرو المود باس ديالنا ا بي سي دي او اف واحد جوج ثلاثة. كل واحد كيشوف على حسب المود باس اللي دار. دونك هنا ربما كاين شي خطا. المود باس دونك نديرو لوغين. من بعد كيعطينا واحد الصفحة اللي فيها المعلومات ديال لي بيرجمون اللي كان عندنا لي بيرجمون الا كنا اول مرة. دونك غادي ندوزو لي بيرجمون فين غادي نطلبو. غادي نطلبو في هاد لو ليان اللي كاين فوق اوردر سيرفيس، كاين فوق هنا اوردر سيرفيس. دونك كليكي على اوردر سيرفيس. دونك لي فيشاج نتوما غادي يختلف على حسب لو تيليفون ولا لو بورطابل ولا البي سي. دونك ولكن يعني المنيو فين غنكليكيو راه نفسو. دونك من بعد اوردر سيرفيس كيخرج لنا هذا المنيو هذا، فيه غادي فين غنطلبو لي بيرجمون هو في اليس. هنا فين كاين اليس مكتوبه اليس غنكليكيو عليها. وهنايا كاين واحد المنيو كيخرج، دونك غنختارو اي وان تو ريجستر ا نيو دومين، يعني اننا غادي نسجل واحد الدومين جديد اللي كنعطيو حنا يعني غراتوي اللي هو alice.asso.ma. كل واحد فينا غادي يختار شي حاجه، مثلا يقدر يدير اي على حسب الموقع اللي غادي يدير، واش ديال الجمعيه ولا المدرسه، واش الموقع شخصي ولا كيختار لو دومين لو سو دومين اللي غادي يافيشيو الناس باش يشوفوا المحتوى ديال الموقع. بحال دابا انا غادي نديرو test.alice.asso.ma ونديرو تشيك باش يمشي يشوف هذا الموقع فاش كاين. دونك هو كاين، غادي نديرو اوردر لتحت. دونك يعطينا هذا المنيو هذا، ومن بعد نديرو تشيك اوت باش تجي عندنا لا دوموند ديال ليبرجمون ديالكم اللي غادي نفاليديوها حنا من بعد. دونك هنا تشيك اوت. دونك هانتوما كتشوفو هاد لي ديتاي ديال ليبرجمون، هاد يعني لو دومين راه ديجا عندك لوغتو. كاين هنا بيندين سيتاب، حنا غادي نقومو بالعملية ديال لافاليداسيون ديال هاد لو دومين ديالكم، ومن بعد نوريو ليكم كيفاش انكم تدخلو تشوفو ليبرجمون وتحطو فيه الورد بريس الى اخره.